يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل تصوير الطبيعة يعد من تصوير ذوات الأرواح؟ لا، تصوير الجبال والأنهار والمباني ما هم من تصوير ذوات الأرواح، لا بأس به. رخص به عبد الله بن عباس، قال إن كنت لابد صانعا فصور ما لا روح فيه. نعم، الشجر وما لا روح فيه. نعم.